بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome my dear student in our program مدرسة على الهواء. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ المنهج بتاعنا، منهج البيولوجي. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في السنين اللي فاتت احنا كنا بناخد كلمة ساينس. السنة دي الساينس هيبدأ يحصل له انه يتفرع الى فيزيكس وكيمستري وبيولوجي. والنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعضينا منهج البيولوجي اللي خاص بالسنة دي بإذن الله. طبعا احنا دلوقتي لما بدأنا نغير الاسلوب بتاعنا فاحنا لازم نفهم كويس جدا المعلومات او احنا هندرس ايه، نبقى فاهمين واحنا مش محتاجين نحفظ. ده كان مشكلة البيولوجي ان كان في كم كبير من المعلومات، دلوقتي هنحتاج نفهمها اكتر مما ان احنا نحفظها. في الاول خالص عايزة نتكلم يعني ايه كلمة بيولوجي. What's meant by biology؟ بيولوجي دي عبارة عن two parts، biology and bio and ology. bio معناها life، اما ology معناها science. Science that study life، العلم الذي يهتم بدراسة الحياة. يعني أي حاجة ليها علاقة بالكائنات الحية أو بالحياة دي بتندرج تحت علم البيولوجي. طبعا مهارات اللي انت بتكتسبها من دراسة مادة البيولوجي مختلفة تماما عن كل فرع، مختلف عن الفروع التانية. فبالتالي انا عايزة انت تعرف فين ميولك وفين اتجاهاتك. طيب بالنسبة للبيولوجي احنا هندرس فيه ايه؟ احنا عندنا في الترم الاول 2 يونتس. اول يونت هنتكلم عن الكيميكال بيزس اوف لايف، اليونت الثانيه هنتكلم فيها على السيل الترا ستراكشر. تعالوا احنا دلوقتي هنخش جوه جسمنا نتعرف على الكومبوننت اوف ذا سيل والكيميكال ستراكشر اوف ذا سيل. تعالوا معايا هنبدأ بأول جزئية هنتكلم فيها على البودي بتاعنا. البودي بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ قال لي البودي، قال لي البودي ده consists of. الاول البودي ده بتاع ايه؟ plant animal and human. البودي consists of system. عندي ايه السيستم؟ عندي digestive system، عندي respiratory system، عندي urinary system. طيب السيستم consists of ايه؟ السيستم consists of organ. organ زي ايه؟ زي الهارت، زي اللونج. اوكي دي كلها بنسميها ايه؟ organ. طيب الorgan دي consists of ايه؟ consists of tissue. يعني ايه كلمة tissue؟ tissue معناها انسجة. انا بشبهها يا ولادي بالخيط. الخيط هو السل، مجموعة من السل together combined together بتعمل التيشو. طيب التيشو consists of ايه؟ قال لي consists of cell. يبقى ال building unit of all living organism هي عبارة عن السل. اوكي يبقى تاني الجزئية دي ال body بتاع ال living organism consists of system. ال system دي consists of organ. ال organ consists of tissue. ال tissue consists of cell. افتكر احنا درسنا زمان حاجة اسمها ال plant cell وحاجة اسمها ال animal cell. فالسيل هي ال building unit of all living organism. طيب انت هتكلمين عن ايه بقى؟ انا هخش يا ولادي جوه السيل، سواء كانت plant cell سواء كان ال animal cell، وده منهجنا السنة دي. هنبدأ نتكلم عن ايه؟ وجدنا ان هذه السيل بتتكون من مجموعة من المولكيولز. المولكيولز دي سميناها بايولوجيكال، ماكرو مولكيول. يبقى بايولوجيكال ماكرو مولكيولز دي عبارة عن المولكيولز اللي بتبني الاورجانلز اللي موجودة جوه السل. هي ايه الاورجانلز دي؟ هي عبارة عن اجزاء صغيرة جدا موجودة جوه السل. انا هديكم مثال قريب ليكم. دلوقتي انا لو عندي ايج بيضة، البيضة دي لما نفتحها بنلاقي فيه الجزء اليالو ده النيوكلس، وبعد كده بلاقي الجزء الابيض اللي هو السيتوبلازم.
لو انا قلت لكم ان جوه النيوكلس وجوه السيتوبلازم مجموعه من الاورجانلز انا cannot see by naked eyes، انا بحتاج الكترونيك مايكروسكوب عشان يزود الماجنيفيكيشن باور فبقدر اشوف الاورجانلز دي. لما دخلنا جوه هذه الاورجانلز وجدنا ان هي بتحتوي او بتتكون من مولكيولز. ايه ده؟ يعني احنا جسمنا عباره عن مولكيولز؟ ايوه، جسمنا عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس، مجموعه من المولكيولز هي اللي بتبني البادي بتاعنا. وده بيفسر يا ولادي الانسان لما بيموت بتنفصل منه الروح، بيفضل الجسد. طب الجسد بتاعي ده بيروح فين؟ بتبدأ تشتغل عليه مجموعة من المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم دي زي البكتيريا والفنجاي تبدأ تكسر البوند اللي موجودة ما بين المولكيولز وترجعنا تاني كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين. عشان كده بعد فترة ما بلاقيش البادي بتاعي، بيرجع تاني element، جزء منها بيكون في السويل، جزء تاني بيكون في الاير. يبقى كل جزء من جسمنا هو عبارة عن مجموعة من المولكيولز. يبقى كلمة biological macro molecules معناها big molecules، دي موجودة جوه جسم الليفينج اورجانيزم، يعني عشان كده اتسمت biological. biological ده معناها living organism وان هي big molecules. طب كلمة macro molecules دي، قال دي كلمة كبيرة فسهلناها وسميناها يا ولادي polymer. سميناها ايه؟ بوليمر. يبقى ماكرو مولكيولز ممكن اقول عليها كلمه بوليمر. يبقى البوليمر ده مولكيولز بيج، فيري بيج مولكيولز، معنى ذلك انه بيبدا يتكون من مجموعه تانية من الحاجات الاصغر هنسميها مونيمرز. يبقى البوليمر بيج مولكيولز، ماكرو مولكيولز كونسيستس اوف مونيمرز. المونيمرز دي عباره عن سمول مولكيولز. تعالوا عايز اوريكم حاجه في الجزئيه دي. انا دلوقتي لو قلت لكم ان انا عندي مونيمرز، المونيمرز دي لما تتجمع مع بعض هتعمل بوليمر. يبقى تاني مونيمرز، لو انا عندي مجموعه من المونيمرز combine together to form a polymer. طيب هل يا ترى عملية البيلدينج اب ان انا بجمع مونيمر جنب مونيمر عشان اعمل بوليمر، العملية دي اسمها ايه؟ قالي بوليمرايزيشن. يبقى واتس مينز باي بوليمرايزيشن؟ هي عبارة عن كومباينيشن بتوين مونيمرز، ادي مجموعة من المونيمرز اهي، كولكت ذا مونيمر توجذر تو فورم بوليمر. يبقى زي ما انتم شايفين كده ان المونيمر بدا يحصل ليها كومباين توجذر باي بوند تو فورم ايه؟ هذه البوليمر. يبقى البوليمر كونسيست اوف مونيمرز، ا جروب اوف مونيمرز فورم بوليمر. This process we call it polymerization process. يبقى العمليه دي بيحصل فيها ايه؟ هل بيلدينج اب ام بريكنج داون؟ قال لي لا، بيلدينج اب، بعمل بيلدينج اب للمونيمر تو فورم بوليمر. طيب الميكانيزم بيتم ازاي؟ الحته دي انا عايزه افهمها لكم، ازاي بيتم تحويل المونيمر الى بوليمر؟ بص كده معايا في الجزئيه دي، انا لو فرضت ان انا عندي مونيمر، ده مونيمر في هيدروجين هنا، ده مونيمر تاني في او اتش، ودي مونيمر. انا عايزه المونيمر ده كومباين مع ده، هيحصل ايه؟ بيحصل عمليه يا ولادي اسمها ريليز ووتر، اسمها دي هايدريشن. يبقى تاني ما معنى دي هايدريشن؟ معناها ريليز ووتر. طيب يبقى انا لما يكون عندي مونيمر مع مونيمر بشيل هذه الووتر اللي ما بينهم، فبتبدا تتكون بوند اهي، ادي المونيمر وادي المونيمر الثاني وادي البوند الجديده اللي اتكونت ما بينهم. في الحاله دي المركب ده بقى اسمه ايه؟ بوليمر.
يبقى دلوقتي عشان احول من مونومر الى بوليمر بعمل dehydration للووتر. What's meant by dehydration؟ معناها releasing للووتر، ببدأ أشيل مية، تبدأ تتركب بوند. العملية دي مهمة جدا لازم تكونوا فاهمينها. يبقى تاني، إزاي بيتم تحويل المونيمر إلى بوليمر؟ by releasing of water between two monomers. نتيجة releasing of water يعني إيه releasing of water؟ معناها dehydration، معناها ان انا بعمل على تكوين بوند جديدة، البوند دي بتساعد على تكوين هذا البوليمر. طب لو العكس، طب انا لو عندي بوليمر، بصوا كده معايا، ادي بوليمر اهو، بوليمر، هعمل ايه للبوليمر ده؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا ولادي ان انا هعمل adding للووتر، adding للووتر. العملية دي اسمها hydrolysis. ايه اللي هيحصل في العملية دي؟ هبدأ الووتر هنا هتعمل break down للبوند دي، هتكسرها. اوكي؟ يبقى adding للووتر او الهيدروليسيس بيعمل ايه؟ بيعمل بريك داون للبوند بتوين بوليمر، بتوين ايه؟ بوليمر. ففي الحاله دي هتبدا تتكون ايه؟ بقى عندي مونيمر، مونيمر، وظهر عندي هنا ايه؟ الميه اهي، ادي هيدروجين وادي او اتش. يبقى في الحاله دي انا حولت البوليمر الى مونيمر، حولته الى ايه؟ مونيمر. يبقى تاني، البوليمر to change polymer to monomer by process we call it hydrolysis. What's mean by hydrolysis؟ معناها adding water، معناها adding ايه؟ water. واحد يقول لي هو احنا ليه بنعرف العملية دي؟ دلوقتي لو انا جيت سألتكم سؤال، انا دلوقتي هجيب piece of bread، انا هاكل piece of bread، قطعة من العيش، العيش ده carbohydrates، يا ترى الكربوهيدرات دوت هيروح فين؟ هيروح لايدي ولا لرجلي ولا لعيني ولا هيروح لكل البادي؟ هيروح لكل البادي. فبالتالي هذه الكربوهيدرات بوليمر لابد ان يحصل لها بريك داون. ازاي بيتم؟ by the help of enzyme and water. فبتبدا تتكسر البوند عشان تبقى مونيمر صغيره تمشي في الدم ويبدا يحصل لها ايه؟ entering للسل. يبقى السل عشان تتعامل مع الحاجات اللي انا بدخلها لها دي لازم تكون في صوره المونيمرز، لازم تكون في صوره الايه؟ المونيمر. طب انا جسمي، انا اخدت الحاجات المونيمر، حاجات المونيمر دي لما بتخش جوه جسمي ايه اللي بيحصل بعد كده؟ جزء منها بيساعد على producing للانرجي، والجزء الثاني بيبدا يعمل building up our body. طب building up our body ازاي؟ اللي بيبدا المونيمرز دي تتحول جوه جسمي الى ايه؟ بوليمر، تبدا تعمل الماسل، تبدا تعمل لي البارتس بتاعتي، تعمل رينيو للتيشو بتاعتي. تمام؟ يبقى دلوقتي العمليتين دول انا عايزاكم تفهمون كويس جدا، ده اساس في غايه الاهميه. يبقى انا لما يكون عندي مونيمر عايز احوله الى بوليمر بعمل ايه؟ بعمل دي هايدريشن للووتر، بشيل ميه. يبقى العمليه دي بتعمل بيلدينج اب، ببني. تمام كده؟ طيب انا لو عندي بوليمر وعايز احوله الى مونيمر، يبقى في الحاله دي لازم اعمل ادنج للووتر، ففي الحاله دي بعمل هيدروليسيس. يبقى عمليتين عكس بعض، دي هيدريشن وهيدروليسيس. تمام؟ يبقى الجزئيه دي في غايه الاهميه نكون فاهمينها، ان انا لازم ابقى عارف ازاي البوليمر بيتحول لمونيمر وازاي المونيمر، طبعا تحويل البوليمر الى مونيمر دي عمليه بريك داون، دي عملية بريك داون يعني تكسير البوليمر إلى إيه؟ مونيمر. لابد إن احنا نكون فاهمين الجزئية دي كويس. تعالوا معايا كده بقى على، هو ده شغلنا اللي احنا هنشتغل عليه. تعالوا معايا نشوف مع بعضينا الأجزاء اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. معايا على اللاب، أنا عندي أول يونت هتكلم فيه على الكيميكال بيزس أوف لايف، ده جزء اسمه بايوكيمستري، وده الشغل اللي أنا هنشتغله مع بعضينا في يونت 1. ده عبارة عن 3 شابترز، هنتكلم فيه على الكربوهيدرات والليبيد، هنتكلم فيه على البروتين والنيوكليك اسيد، هنتكلم فيه على الكيميكال رياكشن. اليونت الثانيه هنتكلم بقى على السيل
structure، هنتكلم على تركيب السيل نفسها، الاورجانيلز اللي موجوده جوه السيل والفانكشن اوف ايتش بارت. فبالتالي هتكلم على برضو 3 شابتر، اخر شابتر فيهم هنتكلم فيه على التيشو. النهارده ان شاء الله هنبدا الكيميكال بيزس اوف لايف. اتكلمنا ايه الفرق بين السيستم والاورجان، وعرفنا ايه هو البيولوجيكال ماكرو ايه مولكيولز. طيب في جزئيه تانية بقى، البيولوجيكال ماكرو مولكيولز دي عندي منها نوعين، نوع اورجانيك ونوع ان اورجانيك. يبقى كده معايا في الجزئيه دي انا هتكلم على البيولوجيكال ماكرو مولكيولز اللي احنا قلنا عليها الايه البوليمر، بيولوجيكال ماكرو مولكيولز. طب ممكن يا مس تشيلي كلمه بيولوجيكال دي ماكرو مولكيولز دي، تكتبي لي كلمه اسهل في الماكرو مولكيولز، اقول له اكتب بوليمر لان دي بيج مولكيولز. هتتقسم الى نوعين، هذه المولكيول الموجوده جوه جسمنا نوعين، نوع اورجانيك ونوع تاني انورجانيك. يعني ايه كلمة اورجانيك؟ كلمة اورجانيك معناها عضوي. طب يعني ايه عضوي؟ قال لي يعني داخل في تركيبها تو element، داخل في تركيبها الكربون والهيدروجين. بعض الكتب يا ولادي بتكتبها الهيدروكربون، دي عبارة عن مركبات لابد ان يكون داخل في تركيبها الكربون والهيدروجين ك element. طيب زي ايه؟ قال لي زي الكربوهيدرات، زي الليبيد، زي البروتين، وعندي كمان النيوكليك اسيد. المركبات دي كلها بوليمر. يبقى تاني organic biological macromolecules هذه الاليمنت contain carbon and hydrogen، contain carbon and ايه hydrogen، carbohydrate وليبيد وبروتين ونيوكليك اسيد، ودي اللي هنشتغل عليه. طيب الان اورجانيك، قال لي الان اورجانيك dont contain carbon او often contain carbon. زي مين؟ زي الووتر. الووتر عباره عن 2 هيدروجين و1 اكسجين. ايه كمان؟ تيبل سولت، ده كله موجود جوه جسمنا، ده ملح القتل اللي احنا بناكله. التيبل سولت عباره عن 2 اتوم صوديوم كلورايد، لكن ما فيهوش ولا حد فيهم فيه الايه؟ فيه الكربون. ففي الحاله دي سمينا المواد دي ان اورجانيك. احنا مش هندرس بالتفصيل الان اورجانيك، لكن كل دراستنا يونت 1 هنتكلم عن الاورجانيك بايولوجيكال ماكرو مولكيولز، هنتكلم عن الكربوهيدرات والليبيد والبروتين والنيوكليك اسيد بالتفصيل. يبقى النهارده انا هبدا معاكم كلامنا على الكربوهيدرات. تعالوا بقى نبدا كلامنا على الكربوهيدرات. ايه هي بقى الكربوهيدرات دي؟ قال لي اول حاجه الكربوهيدرات، اول نقطه هنتكلم عنها ان هي بايولوجيكال ماكرو مولكيولز، اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ قال لي اورجانيك. ليه هي اورجانيك؟ عشان كونتين كربون اند هيدروجين ان ذير ستراكشر. يبقى دلوقتي فيها الكربون والايه والهيدروجين في تركيبها، عشان كده سميناها ايه اورجانيك. طب تعالوا كده نتكلم، هل يا ترى المركبات دي الكربوهيدرات بوليمر ولا مونيمر؟ بوليمر، يعني بيج مولكيولز، يعني بتتكون من مجموعه من المونيمرز. ايه المونيمر بتاع الكربوهيدرات؟ حاجه اسمها الجلوكوز، وهنشوفه مع بعضين. تعالوا الاول نبدا بالكربوهيدرات. ادي الكربوهيدرات، بيولوجيكال ماكرو مولكيولز اورجانيك، عشان ايه يا مس؟ عشان فيها الكربون والهيدروجين بس. لا احنا كمان لقينا فيها الاكسجين، بس لقيناها بريشيو. ايه الريشيو دي يا اولادي؟ لقينا لما بيكون عندي الكربون 1 الهيدروجين بيكون 2 والاكسجين بيكون 1، وكل ده بيكون N. انا هقول الفورميلا دي جت منين. دي الفورميلا بتاعه الكربوهيدرات، زي ما انتم شايفين كده، كربون كونكتد وذ ووتر، كربون كونكتد وذ ايه؟ وذ ووتر. الريشيو بتكون ازاي؟ ريشيو 1 كربون 2 هيدروجين
and one A and one oxygen. أنا آسف. يبقى one carbon, two hydrogen, one A, one oxygen. يبقى الريشيو ما بين الأكسجين والكربون equal. إنما مين الدبل؟ مين الهيدروجين. طب تعالوا نشوفوا معايا الجلوكوز. أنا هبدأ المونيمر بتاع الكربوهيدرات الجلوكوز أهو. بصوا لي كده معايا. ادي اكسجين 1 كربون 2 كربون 3 4 5 6. يبقى اول معلومه عن الجلوكوز انه 6 كربون. كل واحده من الكربون كونكتد ويز ووتر. ادي هيدروجين وادي او اتش. يبقى دي ميه. ادي او اتش وادي اتش ماي. H O H H O H وده H وهنا C H O H ده الجلوكوز. يبقى المونيمر بتاع الكربوهيدرات اسمه ايه؟ جلوكوز. عنده كام واحدة كربون؟ 6 كربون. كل كربون connected with 2 hydrogen 1 oxygen. 1 كربون 2 hydrogen 1 اكسجين. يبقى بالتالي هي دي الفورمولا بتاعتي. كل كربونه بتتصل بايه؟ بالميه. طيب يعني انا لو اديت مثال، لو انا قلت لكم انا عندي سي 3، تقدر تتوقع كام هيدروجين كام اكسجين؟ يبقى انا دلوقتي لو قلت سي 3 يبقى اتش هيكون كام؟ الدبل 6. والاو لازما ايكوال لمين؟ للكربون. ففي الحاله دي بنقول عليها 3. طب لو قلت لكم H12 تقدر تتوقع الكربون كام والاكسجين كام؟ الهيدروجين دبل الكربون، يبقى الكربون هيكون 6 والاكسجين هيكون 6. طب لو قلت لكم ان الاكسجين 5 تقدر تتوقع الهيدروجين؟ ايوه هيكون 10 والكربون هيكون نفس الاكسجين هيكون ايه؟ 5. يبقى المنظر اللي قدامنا ده خاص بالمونوساكرايد اللي انا هتكلم عنها دلوقتي. بيكون فيها الريشيو ماشيه 1 ل 2 ل 1. يبقى انا لو خدت الكربون 3، لو خدت الكربون 3 يبقى الاكسجين ايكوال للكربون والهيدروجين دبل. لو خدت الكربون 6 زي ما انتم شايفين يبقى ايكوال بالنسبه لها الاكسجين والهيدروجين بيكون ايه؟ دبل. الجزئيه دي ممكن يلعب عليها كتير جدا في الاسئله بتاعتنا. يبقى احنا لازم نكون فاهمين الفورمولا دي اولا خاصه بالمونوساكرايد، لان الدايساكرايد ليها وضع تاني، تمام؟ فبالتالي لازم تبقى عارف الفورمولا بتاعه الكربوهيدرات جت منين. الان دي نمبر اوف كاربون، لان انا عندي عندي كربوهيدرات بيكون فيها 6 كربون، عندي كربوهيدرات بيكون فيها 5 كربون، عندي كربوهيدرات بيكون فيها 3 اور 4 كربون. فبالتالي الان دي اختلفت علشان كده. يبقى انا اهم جزئيه تبقوا فاهمين ازاي الفورمولا دي جت، وتقتنعوا كل واحده منهم ازاي كل كربونه كونكتد مع الووتر. هو ده يا ولادي جزء الاورجانيك، عشان كده زي ما انتم شايفين واخد شكل الرينج. الميه هي السبب اللي خلت بدل ما ياخد شكل التشين خد شكل الايه؟ الرينج اللي انتم شايفينها وشكلها بالنسبه لكم جديد. طيب تعالوا كده شوفوها معايا على الجهاز. انا هقسم الاورجانيك والان اورجانيك، وقلنا الاورجانيك هي اللي فيها الكربون وزي ايه؟ قال البوليمر هي عبارة عن large size organic compound that made of small molecule بنسميها المونيمر. البوليمرايزيشن هي البروسيس by which المونيمر are combined together to form polymer. احنا هنعمل تقسيمة البيولوجيكال ماكرو مولكيولز هنعتمد على their molecular structure او الفانكشن بتاعتها، وبدأنا الكربوهيدرات. بصوا كده معايا biological macromolecules اللي بسميناها البوليمر that made of many small molecules سميناها monomer اسمها monosaccharide. المونوساكرايد دي المثال بتاعها الجلوكوز اللي انا اديته لكم، تمام؟ ادي الفورمولا، ادي الكربوهيدرات، عندي contain كربون وهيدروجين واكسجين، واخده الفورمولا CH2O all N.
وادي الجلوكوز قدامكو، الجلوكوز اللي فيه 6 كربون وكل كربونة connected with water. انا هبدأ معاكو ال classification of carbohydrates. انا هبدأ اقسم معاكو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتتقسم الى simple sugar و complex sugar. انا هاخدهم بالتفصيل كل واحدة منهم ونتكلم عنها، تمام كده؟ انا هعملها قدامكو علشان بس تبقى الصورة بالنسبة لكو واضحة. انا هتكلم على ال classification of carbohydrate. هنقسم الكربوهيدرات هتتقسم الى نوعين. النوع الاولاني هسميه simple sugar. ركزوا معايا بقى في التقسيمه دي كويس. ونوع تاني اسمه complex sugar. السيمبل شوجر ده هيتقسم الى جزئين. الجزء الاولاني هسميه مونو ساكرايد، والتاني هسميه داي ساكرايد. هكلمكم عنهم الاول قبل ما اتكلم عن كل التفاصيل بتاعتهم. اولا تعالوا كده نتكلم في الاول واتس مينت باي كاربوهيدرات. ايه الكربوهيدرات دي في حياتنا؟ قال لي دي الحاجات الشوجر، الحاجات اللي فيها ستارش، دي كلها بنسميها الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي انا قلت هنسميها سيمبل شوجر، لكن دي مش معناها ان هي مش الستارش. لا، ما الستارش ده هنكتشف دلوقتي ان هو اصلا شوجر، تمام؟ يبقى الكربوهيدرات دي داخله في حياتنا كلنا، بناكلها كل يوم وبكميات كبيره، تمام؟ الكربوهيدرات ديت عباره عن ايه؟ هنسميها إيه؟ نوع هنسميه سيمبل، والنوع الثاني هنسميه كومبلكس شوجر، تمام كده؟ طيب انا لما مسكت السيمبل شوجر قلت لكم انه ايه؟ هيتقسم الى نوعين، مونو ساكرايد وداي ساكرايد. ايه بقى ايه الكلمه دي؟ اولا الكلمتين دول لاتن، ودي الارقام باللاتن، انا قلتها لكم المره اللي فاتت. مونو معناها 1، داي يعني 2، تراي 3، يبقى مونو داي تراي تترا بنتا هكسا. انتوا مش هتستخدموا اكتر من كده. فبالتالي لما اقول مونو ساكرايد، كلمه ساكرايد باللاتن معناها شوجر، يعني هي بس انا هنا اختلفت لان هي بتتقال باللاتن. يبقى تاني مونو ساكرايد معناها ايه؟ شوجر بيتكون من 1 مولكيول. شوجر بيتكون من 1 ايه؟ مولكيول. طب الداي ساكرايد عباره عن شوجر بيتكون من 2 مولكيول. الاثنين بسميهم سامبل شوجر، الاثنين بسميهم سامبل ايه؟ شوجر. يبقى السامبل شوجر عباره عن نوعين او جزئين، مونو ساكرايد. يعني ايه مونو ساكرايد؟ يعني شوجر كونسيست اوف 1 مولكيول. الداي ساكرايد عباره عن 2 مونيمر كومباين توجذر، تمام؟ فبتبدا ببوند طبعا معينه، ففي الحاله دي بيبدا يتكون الداي ساكرايد. امال ايه البولي ساكرايد بقى اللي هو الكومبلكس شوجر؟ كلمه بولي دي عباره عن ايه؟ ميني، مجموعه كبيره من المونو ساكرايد، وخصوصا هتكون الجلوكوز كومباين توجذر. هذه المونيمر كومباين توجذر هتبدا تعملي البولي ساكرايد اللي هو بيكون فيه 3 4 5 10 في كميات كبيره جدا، تمام؟ يبقى كلمه بولي معناها ميني، ودي بنسميها الكومبلكس شوجر. يبقى التقسيمتين واضحين، سيمبل يا اما مونو يا اما داي، اما الكومبلكس بنسميه بولي ساكرايد. تعالوا بقى نرجع لشغلنا تاني علشان نشوفها ايه عباره عن ايه. انا همسك معاكو المونو ساكرايد. اول حاجه هنتكلم عن السيمبل شوجر، هاخد معاكو المونو ساكرايد. المونو ساكرايد عندي هبدا اقسمه او هدي مثال ليه، الجلوكوز هو ده على القمه، الجلوكوز افضل مونو ساكرايد، وهكلمكم عنه ليه. اتنين ده طبعا ده موجود في الجراب، الجراب شوجر هو اللي فيه الجلوكوز. الجراب اللي هو العنب بيحتوي على الجلوكوز. طيب ايه تاني عندي؟ الفركتوز. الفركتوز ده موجود في الفروت، في الفواكه بتاعتنا. عندي جالاكتوز، ده
بيخش في الملك بتاعنا بس هو في الماميري جلاند. عندي كمان الريبوز تاني، يبقى انا عندي جلوكوز، عندي فركتوز، عندي جالاكتوز، عندي ريبوز. دول مالهم؟ قال لي دي عباره عن رينج واحده، وان موليكيول. كل دول؟ ايوه، الجلوكوز عباره عن رينج واحده، وان رينج يعني مونوساكرايد. هنا بيكون السيمبل شوجر بيكون فيها عدد الكربون من 3 ل 6 كربون، يبقى الكربون اللي فيها، عشان كده هي بنسميها السيمبل. اقل عدد كربون في الرينج بيكون 3، اكبر عدد في الرينج بيكون 6. تمام كده؟ فبسمي دي ايه؟ سيمبل شوجر. عندي المونوساكرايد تاني جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز، ريبوز. الريبوز ده يا ولادي احنا هناخده بالتفصيل، انا كلمتكم عنه المره اللي فاتت. ده في بيكون فيه 5 كربون، وده موجود في النيوكليك اسيد، ده موجود في حاجه اسمها الار ان ايه. طيب لما نيجي نتكلم على الداي ساكرايدز، ايه حكايه الداي؟ معناها اتنين رينج كومباين توجذر اهم. طيب مين بقى مركز معايا يقول لي انا علشان مونيمر ومونيمر كومباين توجذر انا محتاجه اعمل ايه؟ هل محتاجه اعمل بريك داون للبوند ولا اعمل بيلدينج لبوند؟ انا بعمل بيلدينج. طب يا ترى عشان اعمل بيلدينج بعمل هيدروليسينج ولا بعمل دي هايدريشن؟ بعمل دي هايدريشن، ان انا هنا ايه بشيل ميه، فبالتالي بتبدا تتكون البوند دي. طيب ايه اشهر مثال عندي؟ اشهر مثال عندي يا ولادي هو الساكروز. الساكروز ده يا ولادي موجود، ده السكر اللي موجود في اللي بيجي اللي احنا بنحصل عليه من الشوجر كين، سكر القصب. ده السكر اللي في بيتنا اللي بنحطه على الشاي او الحلويات. ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومباينيشن بتوين جلوكوز مولوكيول اند فركتوز. يعني الجلوكوز والفركتوز كومباين توجذر فعملوا لي سكر اسمه ايه؟ ساكروز. يبقى الساكروز ده عباره عن ايه؟ تو، بنسميه داي ساكرايد، عباره عن تو مونيمر. ايه هم؟ عندي عباره عن جلوكوز وعندي عباره عن ايه؟ فركتوز كومباين توجذر. طب عشان يتكونوا دول ازاي بيتم؟ بصوا بقى معايا، انا عاملاها لكم كده، بصوا كده معايا على الصوره عشان توضح معايا. بصوا كده، ادي الجلوكوز اهو، ده الجلوكوز، وادي الفركتوز اهو. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ريليزنج للووتر اللي ما بين الجلوكوز والفركتوز بعمليه اسمها ايه؟ دي هايدريشن. لما هتبدا يحصل ريليزنج للووتر هتبدا تتكون بوند جديده. البوند دي يا ولادي هي اللي ساعدت على تكوين الساكروز بتاعي. يبقى الساكروز ده اتكون نتيجه الكومباينيشن ما بين الجلوكوز والفركتوز، ده مونيمر وده مونيمر زي ما قلت لكم. تمام؟ لما حصل الكومباينيشن ما بينهم ازاي تمت الكومباينيشن دي؟ قال لي باي دي هايدريشن اوف ووتر، فبدا يكون لي الداي ساكرايد اللي اسمه ايه؟ ساكروز. الداي ساكرايد اللي اسمه ايه؟ ساكروز. تمام كده؟ نرجع تاني، يبقى دلوقتي ارجع واقول الساكروز عباره عن ايه؟ هتقول لي عباره عن جلوكوز وفركتوز. يبقى الجلوكوز والفركتوز عملوا لي الساكروز، والساكروز هو الشوجر كين شوجر. طيب ايه تاني؟ يبقى هنا السورس بلانت. طب ايه كمان؟ عندي لاكتوز. ايه بقى اللاكتوز ده؟ اللاكتوز ده اللي موجود في الملك. ايه ده؟ اللبن بتاعنا عباره عن موجود فيه شوجر اسمه لاكتوز. ازاي يتكون اللاكتوز ده؟ اكيد من تو مولوكيول برضو، عشان ده داي ساكرايد. ايه هما التو مولوكيول؟ عباره عن جلوكوز وجالاكتوز. يبقى لما الجلوكوز كومباين وذ جالاكتوز عمل لي سكر اسمه لاكتوز. طب يبقى كده اللاكتوز السورس بتاعه بلانت ولا انيمال؟ اكيد انيمال. يبقى ده مش موجود، الوحيد اللي مش موجود فين؟ في البلانت. يبقى اللاكتوز موجود في الملك ونتج من ايه؟ من جلوكوز مع جالاكتوز. تمام كده؟ اخر سكر معايا هيكون سكر اسمه
ملتوس. الملتوس الملت اللي هو الشعير، طبعا ده بلانت سورس برضه. ده عبارة عن ايه؟ قالي ده عبارة عن two molecules of glucose. ركزتوا كده معايا، ملاحظين ان الجلوكوز هو الاساس، هو اللي بيبني كل الدايسكرايد. ادي جلوكوز وفركتوز عملي سكروز، جلوكوز وجلاكتوز عملي لاكتوز، اتنين جلوكوز عملي مالتوز. تمام؟ يبقى لما اجي اسال دايسكرايد عباره عن كام مولكيول؟ اتنين مولكيولز من المونوساكرايد، اسمهم ايه بقى؟ سكروز، لاكتوز، مالتوز. دول بنسميهم ايه يا اولادي؟ داي ساكرايد. اتنين منهم السورس بتاعهم عبارة عن بلانت، سواء كان الساكروز او المالتوز، وواحدة بس السورس بتاعها هو الانيمال، وهي هتكون اللاكتوز. تمام كده؟ لان هي موجودة في الملك، ده السورس بتاعها انيمال، لان هي كومز ايه او فاوند ان ذا ميلك. يبقى ده بالنسبة للسيمبل شوجر. يبقى عرفنا ايه عن السيمبل شوجر؟ عايزه اراجعها قبل ما اقول الكومبلكس. السيمبل شوجر، السيمبل شوجر عباره عن ايه؟ عباره عن سيمبل شوجر عباره عن مونو ساكرايد وداي ساكرايد. مونو يعني بيكون 1 مولكيولز، هنا بيكون عدد الكربون في الرينج بتاعتي من 3 ل 6 كربون. تمام؟ المونو ساكرايد اتسمى مونو عشان 1 مولكيول. طيب مثال ليها ايه؟ افضل مثال وهو على القمه الجلوكوز، يلي الجلوكوز موجود في الجراب، يلي الفركتوز ده موجود في الفروت، يلي الجالاكتوز، وفي الاخر عندي الريبوز. تمام كده؟ يبقى دول المونو ساكرايد 1 مولكيول. الداي ساكرايد بفكر تاني، داي يعني اتنين كومباين توجذر باي بوند، يبقى في الحاله دي لازم نعمل دي هايدريشن اوف ووتر علشان ابدا اركب البوند دي. تمام؟ هنا في الحالة دي هيكون عندي السكروز نتج من ايه؟ combination between جلوكوز and ايه؟ فركتوز، فبيعمل لي السكروز. السكروز السورس بتاعه ايه؟ plant. التاني اللاكتوز موجود في الملك، ده عبارة عن جلوكوز combined with ايه؟ جالاكتوز، وده السورس بتاعه animal لانه موجود في الملك. اخر واحد اسمه المالتوز، وده السورس بتاعه الملت او الشعير، وده بلانت برضو، وده بيتكون من اتنين جلوكوز. يبقى الجلوكوز هو الاساس بالنسبه للداي ساكرايد. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف البولي ساكرايد. الكومبلكس شوجر، الكومبلكس شوجر دي بقى ايه حكايتها؟ هسميها ايه؟ بولي ساكرايد. عندها ايه بقى؟ عندها رينج اكتر اهي. مش واحدة ولا اتنين، ميني، عشان كده اتسمت بولي، بولي ساكرايد. يبقى بولي ساكرايد اللي دي عبارة عن ايه؟ علي عن زي ما انتم شايفين كده مونيمر كومباين توجذر. طب مين المونيمرز دي يا اولادي؟ دي الجلوكوز، دي كلها جلوكوز كومباين توجذر. تمام؟ يبقى البولي ساكرايد او الكومبلكس شوجر دي عباره عن ايه؟ جلوكوز كومباين توجذر. طب ايه الامثله عندي للبولي ساكرايد؟ هاخد اول مثال السليلوز، وعايز اكلمكم عنه السليلوز ده الاول. ايه هو السليلوز؟ السليلوز هو عبارة عن بوليساكرايد موجود في السيل وول اوف ذا بلانت سيل، يعني الجدار بتاع البلانت سيل الاستراكشر بتاعه مادة اسمها سليلوز. يبقى السليلوز هنا داخل في الاستراكشر اوف ذا بلانت سيل، خصوصا اني جزء السيل وول. يبقى تاني السيل وول، السيل وول ميد اوف سليلوز، وهذا السليلوز ده بنسميه بولي ساكرايد او كومبلكس شوجر، يبقى داخل في الاستراكشر بتاعه السليلوز. يبقى السليلوز موجود في البلانت. ايه كمان موجود؟ ستارش، النشا. النشا يا ولادي موجود في البوتيتو مثلا كمثال. النشا او الستارش ده عباره عن زي ما انتم شايفين كده نفس الكلام، عبارة عن مجموعة من الجلوكوز كومباين توجذر. بس ايه الفرق بين ده وده؟
ده stored in the plant. البلانت بيعمل ستورنج للستارش، يعني البلانت ستورنج كربوهيدرات in the form of starch. انما السليلوز ده في الستراكشر اوف ذا سيل وول، يبقى في اختلاف، ده بيخزنه لكن ده بيبني بيه السيل وول بتاعه. تمام كده؟ يبقى الاثنين موجودين في البلانت، انما اللي بيعمل اللي موجود في البلانت في صوره ستورنج هو الستارش، انما في الستراكشر هو السليلوز. طب ايه بالنسبه للهيومن والانيمال؟ عندي الجلايكوجين. الجلايكوجين ده موجود في البلانت وموجود سوري موجود في الانيمال والهيومن، موجود في الانيمال والايه والهيومن، يعني الكربوهيدرات في الانيمال والهيومن stored in the form of a glycogen. انا عايزه اكلمكم على الجزئيه دي ازاي. دلوقتي انا لما باكل اكل فيه كربوهيدرات، لما باكل اكل فيه كميه من الكربوهيدرات، ايه اللي بيحصل؟ جسمي بيكسرها من صوره البوليمر الى مونيمر، بيكسرها من صورة البوليمر إلى إيه؟ مونيمر. طيب بعد كده لو في زيادة من المونيمرز دي بيعمل فيها إيه؟ بيبدأ ياخدها ويعمل لها ستورينج، بس عشان يعمل لها ستورينج لازم يحولها البولي ساكرايد. عشان يبدأ يعمل لها ستورينج في الليفر والمسلز بتاعتي، هيخزنها فين؟ هيخزنها في الليفر والمسل في صورة جلايكوجين. واحد يقول لي طب يخزنها في صورة كومبلكس ليه؟ ما يخليها سيمبل. أقول له علشان الجسم ما يتعاملش معاها الا لما يحتاجها. يبقى لابد ان هي لما بتتخزن في الليفر والماسلز بتاعتي لازم تكون في صوره جلايكوجين بولي ساكرايدز عشان تفضل جواه. يبقى دلوقتي الكربوهيدرات بتاعتي اللي باكلها دي بتتخزن في مكانين في جسمي، في الليفر وبتتخزن كمان فين؟ في الماسلز في صوره مركب اسمه جلايكوجين. طب انا دلوقتي لو واحده صايمه 16 ساعه، لو انا هصوم 16 ساعه ازاي هحصل على الانرجي بتاعتي؟ اللي هيحصل ان الجلايك بهرمون معين هيبدا الجلايكوجين ده يخرج من الماسل والليفر ويبدا يتحول الى جلوكوز، يبدا يخش جوه السيل ويديني الانرجي. تمام كده؟ يبقى تاني الجلايكوجين ده عباره عن كربوهيدرات موجوده في الانيمال والهيومن ان ذا فورم اوف ايه؟ بولي ساكرايدز. تمام كده؟ يبقى البولي ساكرايدز اللي انا اتكلمت عنهم دلوقتي هما السليلوز والستارش في البلانت، واحده ستورنج والتانيه في الاستراكشر، اما الجلايكوجين ده موجود في الانيمال والهيومن وده موجود في الليفر والايه؟ والمسلز. فاضل جزئيه كمان هتكلم عنها. طب يا ترى لو انا حبيت اعمل كومبير ما بين السمبل شوجر وما بين الكومبلكس شوجر، هل يا ترى؟ هديكم مثال بسيط. احنا خدنا السيمبل شوجر، خدنا منه ايه؟ خدنا منه السكروز، السكر بتاع الشاي اللي في بيتنا. طيب الكومبلكس شوجر الستارش، النشا، والنشا ده برضو موجود في بيتنا. طيب لو انا قلت لكم تعالوا نعمل كومبير ما بينهم، هنعمل كومبير في ايه؟ طبعا دي مش حفظ، انا عايزاكم تبقوا فاهمينها ومقتنعين بيها. لو انا قلت هنعمل كومبير في السولابيليتي ان ووتر، في السولابيليتي ان ايه؟ ان ووتر. لو انا خدت السكروز وحطيته في الميه سوليبل ان ووتر، يبقى كل السمبل شوجر سوليبل ان ووتر. طب بالنسبه للكومبلكس، لو انا خدت الستارش وحطيته في الميه ان سوليبل، ان سوليبل ان ايه؟ ان ووتر. تمام؟ يبقى الستارش ان سوليبل ان ووتر، يعني الكومبلكس في الحاله دي هتكون ان سوليبل ان ووتر، اما السمبل هتكون سوليبل ان ووتر. طب لو انا حبيت اقول التيست الطعم، قال لي السامبل لو انا دقته هلاقيه هذا سويت تيست، انما لو انا دقت الستارش هاز نو تيست. تمام؟ يبقى الكومبلكس هاز نو تيست. اخر حاجه بالنسبه للكومبير الملوكلر ويت، مين عندها هاي ملوكلر ويت؟ مين اللي عندها كتير من الرينج؟ اكيد الكومبلكس، انا لسه موريها لكم، بولي ساكرايد عنده رينج كتيره، يبقى الملوكلر ويت بتاعه ايه؟ هاي ملوكلر ويت. انما مين اللي عندها لو ملوكلر ويت؟ هتكون دي السمبل شوجر. يبقى هنا في فرق ما بين الاثنين. تمام؟ تعالوا شوفوا كده معايا الملخص بتاع الجزئيه دي انا عاملاها لكم. الكلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات هتتقسم الى سمبل شوجر وكومبلكس شوجر. السمبل يا اما مونو ساكرايد يا اما داي ساكرايد. المونو جلوكوز، فركتوز، جلاكتوز، ريبوز، والداي عندي اللاكتوز والملتوز وعندي السكروز. اما
عندي الكومبلكس او البولي ساكرايد، عندي الستارش والسليلوز والجلايكوجين. المونوساكرايد قسمناه زي ما احنا قلنا، بيكون الكربون فيه من 3 ل 6 وبيكونكتد مع الووتر اللي هي الهيدروجين والاكسجين. اما الدايساكرايد بيكون 2 مولوكيول من المونوساكرايد كونكتد او لينكد توجذر. المونوساكرايد زي الجلوكوز ده موجود في الجراب، الفركتوز موجود في الفروت، الجالاكتوز والريبوز. الدايساكرايد ادي السكروز جلوكوز وفركتوز، ادي اللاكتوز وده اللي موجود في الميلك جلوكوز وجالاكتوز، اما المالتوز عباره عن 2 جلوكوز. الكمبير البسيطه اهي، بالنسبه للسمبل شوجر soluble in water انما الكومبلكس insoluble in water. السمبل شوجر having a sweet taste انما الكومبلكس don't have a sweet taste. السمبل have low molecular weight، الكومبلكس have high molecular weight. طيب فاضل جزئيه، الجزئيه دي عايزه اكلمكم عنها قبل ما نشرحها مع بعضين. ازاي الجلوكوز؟ خلاص احنا عرفنا ان المونيمر بتاع الكربوهيدرات، المونيمر بتاع الكربوهيدرات هو عباره عن الجلوكوز. طيب يا ولادي الجلوكوز ده بقى هو اللي مسموح له انترنج ذا سيل، هو ده اللي هيخش جوه السيل بتاعتي. جوه السيل في اورجانيل اسمه ميتوكوندريا. الميتوكوندريا ده يا ولادي هو اللي بيخش فيه الجلوكوز ويبدأ يطلع لي الانرجي. الانرجي دي يا ولادي بتتشال على مركب اسمه ATP ادينوسين تراي فوسفيت. هذا المركب بيبقى المصدر بتاعه او بيتم انتاجه في هذا الاورجانيل اللي هو الميتوكوندريا. انا الجزئيه دي هشرحها لكم تاني بالتفصيل، انا بس عشان ما بقاش مستعجله وانا بقولها، انا بس جايبه سؤالين صغيرين عايزه اوريهم ليكم، عايزاكم تفكروا فيهم ان شاء الله لغايه الحلقه اللي جايه. السؤال الاولاني on hydrolyzing all the following give symmetrical monomer except، انا عايزه مين اللي هيديني دول كلهم بيديني symmetrical monomer، انا عايزه حاجه except حاجه مختلفه. هل السكروز؟ هل الجلايكوجين؟ هل الستارش؟ هل المالتوز؟ نركز كل واحده من دول هتطلع similar ما عدا واحده هتطلع different. symmetrical يعني similar. السؤال الثاني number of oxygen in ribose sugar، الريبوز شوجر يا ولادي عدد الاكسجين فيه هل يا ترى 5 ولا 6 ولا 10 ولا 12؟ السؤال الثالث which of the following is considered disaccharide sugar، ركزوا كده معايا 3 6 H 3 3 C3 H6 O3 ولا C6 H12 O6 ولا C12 H22 O11 ولا C18 H32 O16؟ الجزئية دي ركزوا فيها، خلي بالكم في الداي ساكرايد أنا لازم هشيل مية، تمام كده؟ يبقى بيحصل ريليزنج للووتر، يبقى أنا اتنين مونيمر كومباين توجذر وهعمل ريليز للووتر فيهم، تمام؟ هشيل مية، فلو شلت مية فبالتالي أنا عايزة أحسب الرقم، عايزة أحسب الرقم إيه بتاعي. هل يا ترى هيكون في الدايسكرايد هيبقى في 3 كربون ولا هيكون في 6 كربون ولا 12 ولا 18؟ أنا عايزة 2 بس بشرط أنا هعمل ريليزنج لمين؟ للمية، تمام؟ أنا عايزاكم تفكروا في الثلاث أسئلة اللي أنا اديتهم لكم دول، وإن شاء الله الحلقة الجاية أنا همسك إن شاء الله مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي خاصة بالكربوهيدرات هحلها معاكم، ونشوف إزاي أنا دلوقتي معاكم فيديو كامل هيكون فيه الشرح بتاعنا، أنا عايزاكم تسمعوه بالراحة جدا. طبعا كل اللي أنا قلته ده كتير، فبالتالي أنت لازم توقف وتراجع تاني الجزئية وتسمعه مرة واتنين علشان تبقى فاهم كل جزئية من الأجزاء بتاعتنا،
وان شاء الله هكمل الجزء بتاع السورس اوف انرجي والجزء بتاع الديتكت ان شاء الله الحلقه اللي جايه، وهنقعد نحل مع بعضينا مجموعه كبيره من الاسئله. انا سايبه لكم بس 3 كويستشن فكروا فيهم لغايه ما اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه باذن الله.